سلام، أهلا بكم. دونك في هذا الدرس سوف نقوم بشرح طريقة عمل نداء لكود جافا سكريبت من خارج دوكيمو HTML. في الدرس السابق قلنا باللي باش نكتبو كود جافا سكريبت من داخل دوكيمو HTML نستعملو لاباليز سكريبت، نمدو تكست تيب تاع التكست هو جافا سكريبت. صافي دير الكود هذا اللي حابين نكتبوه هنا، هذا هو كود جافا سكريبت. هذا الكود جافا سكريبت انا مثلا مانيش حاب نكتبه داخل دوكيمو HTML، حاب نكتب دوكيمو جافا سكريبت سيباريمون، منفصل على دوكيمو HTML. دونك عندنا دوكيمو HTML وعندنا دوكيمو جافا سكريبت. دونك باش نديرو هذه العمليه نهزو الكود تاعنا هذا كنترول اكس، الكود تاعنا جافا سكريبت، نروحو فايل نيو، نخيرو جافا سكريبت. جافا سكريبت هنا نسميو الفايل تاعنا تاع جافا سكريبت بايزون اليرت اب، نسميوه اليرت اب. ينشر المسار تاع الفايل هو نفس مسار راهو في الميم بروجي اول تو، في نفس المسار. اوكي دونك فوالا، عندنا هنايا فايل اليرت اب دوت جي اس، هنا امتداد HTML وهنا امتداد جافا سكريبت، دوت نقطة جافا سكريبت، هنا نقطة HTML. دونك هنايا نديرو كونترول في للكود جافا سكريبت. دونك هذا الاليرت هو كود جافا سكريبت، كي نحطوه هنايا راح يفهم بلي كود جافا سكريبت. دونك عندنا دو دوكيمون HTML و جافا سكريبت، ولكن دو سكريبت سيباريمون، هنا سكريبت كلو HTML وهنا سكريبت تاع جافا سكريبت. دونك هذا الجافا سكريبت نعملو له ابل من داخل دوكيمو HTML. باش نعملو له ابل، دونك هنا نحافظو على هذا ستراكتر ولا الهيئة تاع الجافا سكريبت. سي جوست هنا واش نديرو، واش نعيطو لهذا الدوكيمو alert جافا سكريبت، نعيطو له من داخل دوكيمو. دونك بالمناسبة باش نتأكدو بلي لي دو دوكيمون سيباريمون، كون نجيو نعملو ران هنا حافظنا على نفس، كان لازم نسجلو، ما درناش التسجيل اون ريجيستري كوم سا. باغ اكزومبل كون نعاودو نيكزيكيتيو نفس الشيء، مازال ما دونك هنا خصنا نجيو هنا هوب فوالا. دونك هنا ما افيشنا ولا شيء. دونك باش نتفاداو هذا الشيء، هنا كود HTML عادي، هنايا قام ببناء الستراكتر تاع الصفحة تاعنا تاع الويب باش نقوم بإنشاء عملية الاليرت، البود دو ديالوج هذيك اللي تافيشا. لازمنا نربطو هذا الجافا سكريبت هذا نربطوه بال HTML. باش نربطوه بال HTML نكتبو هذا كما قبل ونضيفو له شيوا. هنا حبي يقول التايب تاعنا راهو تايب، هنا كي نكتبو تايب تكست جافا سكريبت في هذه الحالة رانا واش قلنا، قلنا دوكيمون جافا سكريبت راح نعملو له ابل، هذا تيب تاعو تكست هذا اللي مكتوب هنا اللي راح نعيطو له هنايا، نعملو له ابل هنا تكست هذا تيب تاعو راهو جافا سكريبت. خاصنا نديرو لا رولاسيون ار او ال، فوالا لا رولاسيون شنو هي؟ هي عبارة عن سكريبت، عبارة عن تاغ سكريبت ولغة سكريبت هذا جافا سكريبت. وبقاتنا نزيدو حاجة هنايا لو شوما تاع هذا الفايل جافا سكريبت اللي هي اس ار سي، فوالا عفوا اس ار سي دو بوان. دونك هو اوتوماتيكمون عطانا خيارات. دونك هنا هذا هو الفايل تاعنا اللي هو اليرت ابليكاسيون دو جي اونتري، فوالا. هنا بالمناسبة هذه دياز 20 هذه سي ليسباس، هو هنا حنا درنا بتيتي سباس، و ليسباس يعرفو ب ليسباس هو عبارة عن ديازفا. دونك فوالا هذا شرحناه في دورة تعلم لغة ال HTML و حكينا على هادو لي سيمبول 100% 20 هو ليسباس. دونك فوالا في هذه الحالة دوكيمو تاعنا بهذا الكود، دوكيمو تاعنا هذا تم ربطه بدوكيمو HTML. دونك ما علينا غير نديرو كونترول اس، نحفظو الخدمة تاعنا. زين نجيو هنا نتأكدو هنايا كونترول اس، الكود تاعنا جافا سكريبت راهو محفوظ مسجل.
نجيو هنا نديرو ريجستر اكزيكيسيون. فوالا نفس النتائج هاي فروم فيرست اب ان جافا سكريبت. دونك هنا بالاضافه الى الدرس السابق في هذا الدرس تعرفنا ثاني طريقه لانشاء ملف منفصل عن دوكيمون اتش تي ام ال ونعملو له نداء من داخل دوكيمون اتش تي ام ال بهذا الكود. يعني سي جوست هنا واش يتبدل اشاك فوا يتبدل كون زين كريو ان اوتر دوكيمون هنايا نيو بايزون فايل نيو كريو ان اوتر دوكيمون جافا سكريبت اكوتي ايسي سي جوست نعطيو لو نو هنايا نبدلو لو نو. فوالا هذا هو باختصار درس اليوم اللي هو كيفاش نكريو نقوم بربط دوكيمون جافا سكريبت سيباريمون ولا منفصل عن دوكيمون اتش تي ام ال. نلتقي في دروس اخرى بتفاصيل اكثر.